الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. اتفاق بين الحزب الشيوعي وحركة عبد الواحد على استمرار الحراك الشعبي لتحقيق مطالب الثورة السودانية. المجلس السيادي الانتقالي يصدر عددا من القرارات الخاصة بالسلام وفتح الجامعات. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم، والتي تضم إلى نشرة الأخبار موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى إلقاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقبات المفروضة عليه بأقصى سرعة. وعبر غوتريش خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر عن أمله في أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه، منوها إلى أن عدم دعم السودان من شأنه أن يضيع المكاسب التي تحققت في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان عقب الإطاحة بالنظام السابق، داعيا إلى بدء حوار بين الأطراف السودانية لإحلال السلام في مناطق النزاعات. أوضح عضو المجلس السيادي صديق التاور أن حديثه عن عدم وجود مبرر لقيام مواكب جماهيرية قد فسر خطأ. وقال تعميم صحفي صادر عن مكتب عضو المجلس السيادي أن تاور تحدث خلال مناسبة محددة متعلقة بمسيرة يوم الخميس الماضي 12 سبتمبر، حيث قال أنه لا مبرر للموكب المذكور، وليس كل المواكب الجماهيرية، لجهة أن المسيرات الشعبية حق كفله القانون والدستور. وأشار البيان إلى أن عضو المجلس السيادي صديق تاور كان قد خاطب مسيرة الخميس الماضي وتسلم مذكرة الثوار المطالبة بتعيين رئيس جديد للقضاء. تأجلت زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي كانت مقرر اليوم الخميس إلى فرنسا لأسباب طارئة تتعلق بجدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت السفارة الفرنسية في الخرطوم في بيان إن المشاورات جارية لتحديد موعد جديد في القريب العاجل. وأكد البيان رغبة الرئيس الفرنسي في استقبال رئيس الوزراء السوداني ودعم فرنسا للحظة المهمة في تاريخ السودان. وأشار البيان إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الخرطوم الاثنين الماضي مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأجرت كاميرا طيبة الاستطلاعات التالية مع عدد من المهتمين حول مشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جلسات الأمم المتحدة كأول محفل دولي يدعو حكومة التغيير. أتوقع من زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتركيا ومصر وفرنسا لاحقا جلب مزيد من الاستثمارات وتغيير الذهنية للدول عن السودان، وحيكون انفتاح تجاري اقتصادي، يعني حيكون في تبادل لكثير من الصادرات والواردات بين السودان وتلك الدول. زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لدولة مصر والمتوقع من بعدها إلى فرنسا، فهي من المؤكد جدا حتصب في تحسين وتعافي الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة، وقد يتحسن الوضع الاقتصادي بصورة واضحة بالنسبة للعيان. يعني نتوقع الفترات المقبلة دخول عدد كبير من الاستثمارات للأراضي السودانية، وكذلك جلب واردات وتحسن الصادرات السودانية، فالشعب السوداني مقبول. مخاطبة عبد الله حمدوك في فرنسا أو في الدول الأوروبية
دي بيخاطب جذور الأزمة وبيزعى بشكل جاد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، دي اللي هي المعيق اللي بتمنع التدفقات المالية للسودان. غير بإضافة للقضايا المهمة، يعني أنا البلد في وضع جديد، ده رجل مقتدر الخبرة بتاعت عبد الله حمدوك، قادر إنه مثلا بيستهدف المؤسسات العالمية دي وبيقدر يعني بيعكس الدعم المالي ده للأنشطة المختلفة في السودان، سواء كان في الجانب البيئي، الجانب الصحي، الجانب بتاع بيفتح الآفاق بتاعت الاستثمار. والعديد من الدعوات الخارجية وجهت لرئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك لزيارة عواصم عربية وإفريقية وأوروبية، الأمر الذي يؤكد بدء استعادة السودان لموقعه الخارجي على المستويات الإقليمية والدولية كافة. المزيد في سياق التقرير التالي. زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى كل من مصر وأوروبا وأمريكا زيارة وبحسب مراقبين ستساهم في وقف تدهور الاقتصاد السوداني من خلال اللقاءات والتباحث مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة فيما يلي القضايا الدولية المهمة وثيقة الصلة بالاقتصاد السوداني. تعد إضافة جديدة في النسق السياسي الجديد الذي تنتهي حكومة ما بعد الثورة. أهمية هذه الزيارات هي أنها انفتحت على أوروبا وعلى أمريكا وغيرها، وهي كانت في السابق زيارات لا يستطيع رأس النظام ورأس الحكومة الوصول إليها، وبالتالي فهي ستصب بكل الأحوال في مصلحة السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة مشاركة حمدوك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. جدولة الديون ورفع الحظر الكلي والتداول المالي عبر المنظومة المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب جملة من المطلوبات المهمة، لو تم حسمها مع الدول المعنية بالأمر ربما تنعكس إيجابا على الاقتصاد من خلال رفع احتياطي السودان من النقد الأجنبي بتشجيع الاستثمار والصناعة بشقيها الثقيلة والتحويلية، بجانب تحسين الانتاج الزراعي بدخول التقانات التي كانت غير متاحة بحسب الحظر الاقتصادي الكلي للسودان إبان النظام السابق. السودان باعتباره سوق بالنسبة لها وليس يعني فرص استثمارية، خاصة التشابه الكبير في اقتصاد البلدين من حيث أن التركيز على الانتاج الزراعي، لكن أعتقد على المدى الطويل وأتوقع جدا أن تدخل استثمارات أوروبية سواء كان من بريطانيا بخاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي ضرورة حتمية ومطلبا ثوريا أساسيا قامت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة لإخراجه من حالة تدهور عامة شملت أغلب مجالاته كعجز الميزان التجاري والتضخم وبالتالي تراكم الديون وقيام التنمية الاقتصادية الكلية في السودان، فخلقت أزمة اقتصادية انعكست سلبا على معاش الناس. رمضان عبد القادر، التأم بالعاصمة الفرنسية باريس لقاء ضم رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني فتح الفضل، حيث اتفق الطرفان على أهمية استمرار الحراك الجماهيري لتحقيق بقية مطالب الثورة السودانية. وأكد الجانبان خلال لقائهم بباريس أهمية الإضرابات السياسية وتنفيذ وقفات للعصيان المدني للوصول للأهداف التراكمية للثورة السودانية بما يسهم في تصفية وتفكيك الدولة العميقة، كما شدد الطرفان على محاكمة رموز النظام السابق كافة المتورطين في قضايا جنائية وانتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق النزاعات بجنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق وتسليمهم للمحكمة الجنائية. وطالبت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بتعويض ضحايا الحروب والنزاعات بالإضافة لهيكلة المؤسسات القومية خاصة الشرطة والأمن وحل ميليشيات الدفاع الشعبي والكتائب الجهادية الطلابية.
الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحركات المسلحة مؤخرا في جوبا، وحددت بموجبه منتصف اكتوبر القادم موعدا رسميا لبدء المفاوضات بين الطرفين، فتح باب التكهنات حول مآلات الوضع السياسي في البلاد، حيث أشار الكثيرون إلى إمكانية فتح الوثيقة الدستورية في حالة الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في مناطق النزاع، بما يسمح بمشاركة الحركات المسلحة في الجهازين التنفيذي والتشريعي. الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحركات المسلحة مؤخرا في جوبا وحددت بموجبه منتصف أكتوبر القادم موعدا رسميا لبدء المفاوضات بين الطرفين، فتح باب التكهنات حول مآلات الأوضاع السياسية في البلاد، حيث أشار الكثيرون إلى إمكانية فتح الوثيقة الدستورية في حالة الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في مناطق النزاع، بما يسمح بمشاركة الحركات المسلحة في الجهازين التنفيذي والتشريعي. العاصمة الخرطوم شهدت خلال الساعات الماضية وصول 25 شخصا من قيادات الجبهة الثورية عقب التوقيع الأخير على إعلان جوبا، الأمر الذي يشير إلى تقارب في وجهات النظر بين أطراف الأزمة السودانية، فوجود هذه المجموعة الكبيرة من قيادات الجبهة الثورية سيسهم بحسب المختصين في تهيئة المناخ للسلام. مآلات المفاوضات المزمعة في منتصف أكتوبر القادم بين الحكومة والحركات المسلحة ستزيل كثيرا من الضبابية حول الراهن السياسي في البلاد، ولكن الأمر المهم بالنسبة للمواطن البسيط هو تحسن الأوضاع المعيشية وإيقاف الحرب بغض النظر عن التفاصيل والتعقيدات المتعلقة بالمفاوضات وتقاسم السلطة. بحث مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه اليوم عددا من القضايا شملت سير تنفيذ الاتفاقيات التي تسبق مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة المقرر لها أن تبدأ في 14 من أكتوبر القادم، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة باستئناف الدراسة بالجامعات السودانية. وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة في تصريحات صحفية أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، حيث قرر المجلس إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، بالإضافة إلى إطلاق 18 سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة. وأوضح الفكي أن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض ظلت على اتصال وتشاور مستمرين مع الحركات المسلحة من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل بدء المفاوضات، بما في ذلك فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية ورفع الحظر عن الأسماء الممنوعة من دخول البلاد. في اجتماع اليوم اتخذ مجلس السيادة جملة قرارات متصلة بتنفيذ اتفاق إعلان جوبا للدفع بعملية السلام، وقرر في هذا الإطار إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالإضافة لإطلاق سراح 18 من المحكومين بالسجن من حركات الكفاح المسلح لفترات متفاوتة، وأيضا في ذات الإطار إطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم في مغار أمنية مختلفة. وبتتواصل اللجنة التي كلفت بالتسهيل وبالتسيير العملية في اجتماعات المتواصلة، وبتتلغى المكالمات وتتلغى الاتصالات وتتلغى وتتشاور مع الإخوة في حركات المسلحة من أجل إكمال فترة الأولى قبل شهر قبل العودة إلى طاولة المفاوضات في 14 أكتوبر المقبل، تنفيذ كل ما اتفقنا عليه بفتح المسارات، بوصول المساعدات الإنسانية، برفع المحكومين من الغوائم المنع والدخول. وقبل يومين وصلوا 25 من قيادات الحركات وتم استقبالهم، وده كله بيصف في إطار تهيئة الأجواء لعملية السلام.
قال وجدي صالح القيادي والناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في المنبر الإسبوعي لصحيفة التيار إن الوثيقة الدستورية تعد وثيقة اتفاقية تحمل توقيع طرفي التفاوض باعتبارها الأطراف الرئيسية المفوضة لكل الإجراءات القانونية، نافيا أي تزوير طرى على الوثيقة طالما أنها تحمل هذه التوقيعات. أما إذا كان يدور خلال الأيام الماضية والحديث الذي كثر حول الوثيقة الدستورية ووثيقة مزورة، أنا أفتكر أنه خلاصة الكلام دار أقول أنه أصلا ما في وثيقة مزورة، لأنه الوثيقة دي هي وثيقة اتفاقية، وطول ما موقع عليها من الطرفين من قبل المفوض من المجلس العسكري الانتقادي، أنا المجلس العسكري أنا ذاك والقوى الحرية والتغيير، فبالتالي ما في طرف ثالث، وبالتالي ليس هناك تزوير على الإطلاق طالما كانت هنالك التوقيعات. تظاهر آلاف السودانيين أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الخرطوم للمطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق عمر البشير، ولبى المحتجون دعوات أطلقتها لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير لتسيير مليونية لمحاكمة ومحاسبة رموز النظام البائد، وهتف المحتجون أمام مقر وزارة العدل بهتافات تطالب بتوقيع أشد العقوبات ضد رموز نظام البشير، وتجرى محاكمة البشير في قضايا تتعلق بالفساد، وهو ما يعترض عليه الثوار المطالبون بمحاكمته بذات التهم التي ساقتها إليه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم وفظايع حرب. وألقت السلطات القبض على 23 من رموز النظام السابق بانتظار تقديمهم لمحاكمات. أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ولاية سنار، وكانت وزارة الصحة الاتحادية سجلت في البلاد 124 إصابة مؤكدة بالكوليرا، منها 101 في ولاية النيل الأزرق. وكشف وكيل الوزارة سليمان عبد الجبار عن تسجيل 5 إصابات جديدة بولاية النيل الأزرق يوم الأربعاء الماضي، ليصبح مجموع 101 إصابة، في حين لم يسجل حالة وفاة جديدة خلافا للحالات الستة السابقة، منوها إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية سنار يوم الثلاثاء من جملة الإصابات البالغة 23 إصابة في السوكي وسنجا وأبو حجار وسنار. أعلن مديرو 32 جامعة حكومية استقالاتهم في مؤتمر صحفي بمباني جامعة أم درمان الإسلامية في مدينة أم درمان، مؤكدين استحالة استمرارهم في إدارة الجامعات عقب تصريحات وصفوها بالمستفزة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون. وطالب مديرو الجامعات في مذكرة معنونة لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالإسراع في إصدار قرار إعفائهم بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي لأكثر من مرة، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح الجامعات ليتمكن مديرو الجامعات الجدد من استئناف الدراسة في الأول من شهر أكتوبر المقبل. أكدت لينا الشيخ عمر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن وزارتها وزارة خدمية تعنى وتهتم بمعاش ورفاهية المواطنين من أجل خلق واقع اجتماعي يتمتع بقدر كبير من الحياة الكريمة لعامة الشعب السوداني. جاء ذلك خلال مخاطبتها العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال ندوة حول الخدمة المدنية نظمها تجمع مهني الصندوق اليوم بالخرطوم، مشيرة إلى أن الثورة السودانية إنما جاءت لتصحيح المسار وخدمة الوطن من أجل تطويره في كافة المجالات، متمنية من الجميع خاصة منسوبيها ببذل الجهود من أجل تحقيق شعارات الثورة.
اتفقنا يسدد خطانا جميعا في الحكومة الانتقالية. نحن جينا هنا عشان السودان، رفعة السودان والمواطن السوداني حياته تتغير. يعني دائما بقول إن والله يا أخي نحن في الوزارة وكل الوحدات معنيين برفاهية المواطن والمواطنة. واحدة من الحاجات الأساسية تاني اللي عايز أقولها إنه يا إخواننا كرامة، يعني أنتوا كلكم بتتعاملوا مع، يعني هنا مثلا في المعاشات في نهاية بنتعامل مع الناس، نحن عايزين نحفظ للناس كرامتهم. كيف إنه إحنا ممكن نسهل الحاجات؟ يمكن داير أقول الرسالة دي في الأول إن إحنا وزارة معنية بمعاش الناس، فأنا هنا معين، أنا هنا معين لكم كلكم. ربنا يعني يسدد خطانا جميعا في الحكومة الانتقالية. كانت كولوجي بولاية جنوب كردفان مسيرة احتجاجية أمس تطالب بترحيل مصانع السيانيت التي تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان، ودعت الجماهير الغاضبة إلى إسقاط والي الولاية المكلف رشاد عبد الحميد إسماعيل بعد إصداره قرارا بعدم ترحيل معدات المصانع وعدم استجابته للمواطنين ومطالب الثوار المعتصمين لمدة 15 يوما بمباني المحلية. وكان المعتصمون قد رفعوا شكواهم إلى ممثل إقليم كردفان في المجلس السيادي دكتور صديق تاور، داعين إلى حل قضايا منطقة تلودي وفي مقدمتها قضية مصانع السيانيت. استمع والي جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل إلى تقرير مفصل من لجنة تقصي الحقائق حول شكاوي المواطنين ضد الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين بالمحليات الشرقية بالولاية. وتوعد رشاد عقب اجتماع اللجنة حال مخالفة أي من الشركات للاشتراطات البيئية والإجراءات القانونية باتخاذ إجراءات صارمة تضمن استمرارية النشاط التعديني لمصلحة التنمية المحلية والنهضة الاقتصادية في البلاد. من جانبه استعرض رئيس لجنة تقصي الحقائق المستشار القانوني النور إبراهيم شريف جهود اللجنة في التفتيش والتقصي في مواقع عمل الشركات بالمحليات المعنية، مشيرا إلى حصولهم على معلومات وعينات تم إرسالها إلى المعامل المتخصصة بغرض الحصول على النتائج النهائية للتحقيق. مكلفين اللجنة بأنه تدقق لنا في هذه المواد الموجودة عشان نقدر نتكامل ونكون فعلا نحن طلعنا بصورة علمية لأداء هذه الشركات، تفيدنا وتفيد أيضا الشركات الجاية باعتبار أنه هذه الثروات الموجودة في باطن الأرض هي ثروات تفيد المجتمع المحلي، هذه الثروات تفيد إنسان الولاية، هذه الثروات تفيد السودان. نحن مقبلين لتنمية، مقبلين لإعمار، مقبلين لسلام. ونتحول بموضوعات جولة السودان اليوم إلى ملف دارفور. كشف والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود عن تفاصيل الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة عيدان بمحلية قريضة أمس، والتي أدت إلى مقتل طفل وامرأة بجانب ضابط برتبة الملازم يتبع للقوات المسلحة. وقال الوالي لأجهزة الإعلام اليوم إن الحادثة بدأت نتيجة لدخول أبقار في المزارع، حيث قام المزارعون بتسليم الأبقار لقسم شرطة المنطقة أعقبها هجوم من متفلتين على قسم الشرطة، مما أدى إلى مقتل امرأة وطفل. وبعدها دفعت لجنة الأمن بتعزيزات أمنية، وأثناء تمشيطها للمنطقة تعرضت لكماء نصبت لها أدت إلى مقتل ضابط من الجيش وإصابة عدد من الأجهزة الأمنية، كما تمكنت القوات من قتل 5 من المتفلتين. كاشفا عن تدابير وضعتها لجنة الأمن للسيطرة على الأوضاع والقبض على المتهمين في الأحداث. نظم أصحاب المركبات غير المقننة بولاية غرب دارفور وقفة احتجاجية على خلفية قرار حكومة الولاية بمنع حركة العربات غير المقننة في الطريق العام ابتداء من 20 من شهر سبتمبر الجاري إلى حين توفيق أوضاعها.
وسلم أصحاب العربات غير المقننة مذكرة لحكومة ولجنة أمن الولاية مطالبين خلالها بتجميد القرار وفتح الجمارك لتوفيق أوضاع العربات وتحديد ميدان لدلالة العربات مساهمة في انسياب حركة المرور داخل المدينة. وأكد ممثلو أصحاب العربات غير المقننة التعاون التام مع لجنة أمن الولاية في كل ما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، موضحين أن هذه العربات هي مصدر دخل لكثير من الأسر في الولاية. إنه يفتح الجمارك فورا يعني يوقف الحملة دي، الحملة دي تقف ما لم الجمارك يكون فاتح. انت افتح لي الجمارك، انا لو ما جيت جمركتها بدك تمسك العربية دي من جوا البيت، لكن ما ممكن تقفل الجمارك وتجي تقول تعمل لي حملة تقول لي عربيتك ما تتحرك. احنا ابناء دارفور من نشتري عربات من الكامرون، من جمينا، من النيجر، من ليبيا بهذه اوراق تامه ما فيها اي تخلل، ونطلب من الدوله الجمارك فورا. العربات دي انا صد ما فيها زول بيبيع بيته بيبيع العربيه، فيها زول بيبيع ماله بيبيع العربيه، والعربات الان قام فوق حمله. الحمله دي دايرين الحكومه، حكومه الولايه تقيف معانا عشان تسهل لنا الامر بتاع العربات البوهو، عمل لنا سبوتات وتفتح لنا الجمارك عشان جمرك، تفتح لنا الجمارك نحن من جمرك ان شاء الله ما في زول ما يقدر يجي من جمرك. انت اشتريت لوزرتك عربيه وانت في الخلا برا، والعربيه تتقفل برا وانت كنت في الخارج معاني، يعني ما بتكون في 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 في, في سوالب بالنسبه للاسر. يعني اعطي جوز اتزاد داخل بيتكم تحصل لك حاجات بانه العربيه اللي انت قربتها على اساسها وجبتها عشان تاكلهم هي بكره خشيت الجمارك، وانت في الخلا لا تقدر تطالب بعربيتك ولا تقدر تجي تخلي عسكريتك. يعني دي الحاجات السالبه الان احنا بنتحدث عن ظواهرها. وفي السياق أكد الأمين العام لحكومة ولاية غرب دارفور مبارك جمعة ضرار سعي حكومة ولجنة أمن الولاية لإيجاد الحلول المناسبة حتى لا يتضرر المواطن، داعيا الجميع للمساهمة في التوعية بمخاطر استخدام العربات غير المقننة، مشيرا إلى أن معظم البلاغات تدون ضد مجهول لهروب العربة وهي غير مقننة. تحسي كاتحاد وزي ما ذكر هنا معتز عميد معتز، فإن احنا ما كنا بنعرف انه في جسم زي ذات اصلا موجود، الا كان جسم يتخلق سياسيا بعد صدور القرار. لكن اذا كان اصلا الجسم ده من زمان موجود، كان اخواننا في الامن قبل ما يصدر القرار كان طلبوكم وجو قعدوا معاكم وشافوا الطريقه اللي بتتم بكيفيته بتتم بمعالجه المساله دي، وبعد ذاك بتطلع القرار حسب الشيء المتفق عليه يعني. لكن احنا ما وجدنا اي جسم موجود، العربات خاشه وطالعه وبكره حوادث وبكره بلاغات وكذا ماشي وما عارفين اي حاجه عن الشيء الحاصل. احنا نستلم مذكرتكم ده ونحاول لاخونا الوالي، احنا صاغنا بنتكلم معاه وبنديه المذكره ويناقش هناك مع اخواننا في المركز، واحتمال برضه يدونا فرصه ثانيه للجمارك، واذا ادونا فرصه ثانيه للجمارك احنا نكون كشوفاتنا جاهزه وحاجاتنا جاهزه وموجود. لحد الوقت داك زي ما قال اخواننا هنا تقعدوا في اللجنه بتاع مسالبه الاثار السالب بالنسبه للقرار ده، في ترون يقول لكم مساحه مع ناس المدير التنفيذي لمعاليه الجنيه وناس التخطيط العمراني، يحددوا لكم مساحه محدده يكون فيها العربات دي موجوده لحد ما تجينا القرار الماشي، وبرضه يتم برضه معالجه عربات المواصلات ده برضه بالرؤيه الناس بيتفقوا عليه انه يحددوا 100 150 عربيه، المهم يتم عشان انا بعدك برضه اعمل لي ستيكر اعمل لي اي حاجه عشان اعرف العربات ده، عشان بعدين ما ممكن واحد في المطار يرتكب لي جريمه او في اي محل ثاني انا اعرف العربات دي كده. السودان اليوم متواصل معكم من قناه طيبه الفضائيه وفيه بعد الفاصل. الحكومة تشيد بمواقف تركيا الداعمة للمتضررين من السيول والأمطار. طيبة لحياة طيبة. طيبة لحياة طيبة. طيبة لحياة طيبة.
مشاهدين أهلا بكم مجددا وفي هذه المساحة جولة في الأخبار الاقتصادية. انتقدت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية الاقتراح الذي قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان سد النهضة، وقالت إنه ينتهك مبدأ معاهدة استخدام مياه النيل الموقعة في وقت سابق بين الدول الثلاث. وأوضح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور شيلسي بيكيلي في بيان له بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية أنهم بصدد إعادة اقتراح نقيض لما قدمته مصر حول سد النهضة، وأشار شيلسي إلى عقد محادثات للخبراء في السودان ابتداء من 22 من سبتمبر الجاري لمناقشة ملء سد النهضة الكبير بالمياه وتأثيره في دول حوض النيل. وكانت مصر قد أعلنت تعثر مفاوضات سد النهضة التي استضافتها مطلع الأسبوع الجاري، وقالت إن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع آخر في الخرطوم لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان. اتفق وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالسودان ماركو فوركاما على عقد لقاء جامع في المستقبل القريب بين الخبراء اليابانيين في مجالات المياه والقرى مع نظرائهم السودانيين لبحث سبل التعاون في المستقبل في مجال المياه. والتقى وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالسودان ماركو فوركاما، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والدعم الفني الذي تقدمه الحكومة اليابانية للسودان في مجالات محطات مياه الشرب والإدارة والمكافحة للموارد المائية ومشروعات الري. أصدر وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم عددا من القرارات شملت حل جميع مجالس الإدارات بالشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، وكما أصدر قرارات أخرى بإعفاء عدد من القيادات العليا في الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن. يذكر أن العديد من الشركات والمؤسسات شهدت وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة عدد من رموز النظام السابق. قال رئيس مجلس الأعمال السوداني الأثيوبي دكتور وجد مرقني محجوب أنهم يريدون بناء فرص للتبادل الاقتصادي بين السودان وإثيوبيا أكثر من أي تكامل مع الكتل السكانية في المحيط الجغرافي. ولفت خلال مخاطبته ندوة عن العلاقات بين إثيوبيا والسودان بطيبة بريس إلى أن المنتدى يهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وإثيوبيا ومعالجة التحديات الماثلة بمشاركة ممثلي الشركات الرسمية ووزارة المالية والتجارة ورجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين. وأبان وجدي أن المنتدى يأتي ضمن فعاليات البرنامج المصاحب لمبادرة شكرا إثيوبيا لدورها ورعايتها في إنجاح المفاوضات التي أدت إلى اتفاق حول مشروع الوثيقة الدستورية وتحقيق الاستقرار في البلاد. أعلنت حكومة ولاية نهر النيل دخول اتفاقيات التعاون الكوري السوداني المبرمة بشأن الولاية حيز التنفيذ الفعلي. وأشار والي الولاية المكلف عبد المحمود حماد حسين عقب اجتماع مجلس حكومة الولاية إلى تفعيل ملفات اتفاقية التعاون السوداني الكوري بدءا بالمجال الزراعي، لافتا إلى أن ولايته ستستلم أكثر من 450 مضخة مياه لصالح المزارعين والمنتجين، معربا عن أمله في أن تحقق الخطوة دفعة قوية في تحريك قدرات القطاع الزراعي. وأبان حماد أن هذه الخطوة تتزامن مع نفرة كبرى أعلنتها حكومة الولاية لزراعة أكثر من 650 ألف فدان خلال موسم الدميرة، مستفيدا من المساحات الواسعة التي
تم ريها مطريا وفيضانيا. ذلك مضخات 450 مضخة تم التصديق بها من منظمة يعني كورية، مضخات تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وأعددنا العدة لاستقبال هذه المضخات، وإن شاء الله يكون النموذج الأول والنموذج الأفضل والنموذج الأوحد لكل ولايات السودان. أيضا فيما يلي الموسم الزراعي حوان الله يعني في هذا العام بما يزيد عن 650 ألف فدان، أصدرنا توجيهات واضحة لكل محليات الولاية بأن تكون هنالك نفرة على نطاق واسع، وفرنا لها كل المعينات من تراكتورات ومن حاصدات ومن زراعات ومن أيدي عاملة ومن وقود. انتهت النشرة الاقتصادية، وفيما يلي نتابع بعض الأخبار الرياضية. كشفت تقارير صحفية عن تسلم المريخ مبلغ 7000 دولار جزءا من صفقة انتقال لاعبه بكر المدينة لفريق القوى الجوية العراقي، وينتظر أن يستفيد المريخ من المبلغ في حل مشاكل بعض نجومه المتوقفين عن أداء التمارين نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم المالية من النادي، حيث ينتظر المريخ مواجهة ساخنة في دوري أبطال العرب أمام الوداد المغربي بالرباط في 3 من الشهر أكتوبر القادم. أهابت اللجان المركزية لروابط مشجعي الهلال بالجماهير بمساندة الفريق خلال مواجهته المرتقبة أمام أنيمبا النجيري يوم 29 من الشهر الجاري في أم درمان في إياب دوري 32 لأندية الأبطال الأفريقية. من جانبه قال رئيس بعثة الهلال إلى نيجيريا المهندس عبد اللطيف هارون إن الإعداد لمباراة العودة بدأ في مدينة أبا في نيجيريا عقب انتهاء اللقاء مباشرة، حيث شددت إدارة النادي على أهمية المباراة القادمة للوصول إلى دوري المجموعات الأفريقية، مشيرا إلى أن النتيجة التي تحققت في نيجيريا جيدة، لكن الفريق ينتظره عمل كبير في مباراة العودة في أم درمان. انتهت الأخبار الرياضية، ونتحول بكم إلى فقرة أفكار وخبرات. أعربت السلطات السودانية عن تقديرها لموقف الحكومة التركية الداعمة للسودان جراء السيول والأمطار. جاء ذلك خلال استقبال طائرتين تركيتين في مطار الخرطوم وعلى متنها شحنتا مساعدات إنسانية. قال الهلال الأحمر التركي إنه قد تم جمعها من منظمات عون تركية لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي تعرض لها السودان منذ يونيو الماضي. طائرة المساعدات التركية التي حطت رحلها بمطار الخرطوم تمثل إحدى طائرتين وصلتا في يوم واحد وعلى متنهما مساعدات إنسانية أرسلتها السلطات التركية لصالح دعم المتضررين من الفيضانات والسيول والأمطار في السودان. المطر كان كبير، يعني تهدمت من حوالي 45 ألف منزل تقريبا، انهيار كلي وانهيار جزئي حوالي 25 ألف منزل، والإحصائيات تتجدد يوما بعد يوم، إلا أن أيضا هنالك حوالي 65 ألف أسرة قد تضررت من هذه السيول الأمطار، لكن بحمد الله سبحانه وتعالى بجهد المنظمات وبجهد الدولة وبجهد الخيرين وبجهد أخواننا في الدول المختلفة أتت إلينا هذه المساعدات. نحن في موظفي العمل الإنساني يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الذين ساعدونا، وخاصة من هذه الطائرة التركية من المنظمات التركية. شحنة المساعدات الإغاثية التي تم تفريغها تحتوي على مواد غذائية وبطاطين وخيم إيواء ومواد تنظيف تحت إشراف الهلال الأحمر التركي الذي سيشرع على وجه السرعة في إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها من المتضررين.
إن شاء الله سيتم توزيعها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض المستحقين مباشرة إن شاء الله، وبحضور الأخوان المتطوعين من المنظمات التركية المعانا إن شاء الله، وهو موجود معانا في السودان. الحقيقة يمكن دي جزء من المساعدات. المساعدات الإغاثية التي جرى جمعها بتعاون العديد من المنظمات الإنسانية في تركيا تعزز من متانة العلاقات الأزلية التي ظلت تربط الشعب التركي بالشعب السوداني، وهي مواقف تعكس حقيقة أن شعبي البلدين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مشاهدين، وصلنا بكم إلى آخر موضوعاتنا بإعادة لعناوين السودان اليوم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس يدعو إلى إلقاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. اتفاق بين الحزب الشيوعي وحركة عبد الواحد على استمرار الحراك الشعبي لتحقيق مطالب الثورة السودانية. المجلس السيادي الانتقالي يصدر عددا من القرارات الخاصة بالسلام وفتح الجامعات. المشاهدون الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية السودان اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.